بنأكد على هالبيوت ونفتح الشارع العام بيت بيت ومستمرين بهاي الحملة إن شاء الله، والله يبعدنا ويبعد العالم من هذا المرض الوباء، وإن شاء الله مستمرين بالتعقيم حتى نقضي على هذا الوباء، وإن شاء الله الله يبعد شعب العراق من هذا الوباء. حملات تعقيم المتظاهرين قابل المتجاوزين للبيوت المتجاوزة والفقراء. هاي بيوت الفقراء، هاي بيوت التجاوز. حسب معلوماتي قادر الأهالي قامت بحملات شباب وأهالي قضاء الكفل بحملات رش المنازل والمحلات والمطاعم، وقامت أهالي الكفل وشباب الكفل بدعم الفقراء بالمواد الغذائية. والله الدعم تدري بيت أهالي الكفل الخيرين قاعد يدعمون الحملات، حملات هواي وكو أهل الغيرة. أهالي قضاء الكفل هم مشهودة لهم، وهي هاي هذا الأيام هي أيامهم، وإن شاء الله في أيام القادمة همين إن شاء الله راح يكون دعم للمواد الغذائية في الأحياء عن طريق التواصل، يكون منشور حتى يبلغونا في كل قضاء همين الفقراء حتى يكون نوصل لهم المواد إن شاء الله. ماكو أي دعم من الدولة، الدعم من الأهالي من الخيرين الطيبين، أهالي الكفيل، سادة الكفيل، شيوخ الكفيل، وجهاء الكفيل، شباب الكفيل، الله يحفظهم، وإن شاء الله الدعم مستمر من الخيرين أهالي الكفيل، وربي يحفظ الشعب العراقي والأمة الإسلامية جمعاء، ويحفظ محافظة بابل بالأكمل، ويحفظ قضاء الكفيل وهلا وناس الطيبين. طاعب عيونكم بيوت الفقراء. اليوم مواد التعفير وكذلك التعقيم في كل مناطقنا، مناطق المحافظة بابل، الأحياء والأقضية والنواحي هي قامت بتعفير هذه المناطق، هي هم ثوار أو متظاهرين محافظة بابل الأغلبية. نعم، هذا التكافل من شيمة الشعب العراقي وخصوصا محافظة بابل، هناك تكاتف جميل. طبعا هذا الموضوع يعود إلى الإجراءات الغير مشددة من قبل الحكومة، يجب أن تكون هناك إجراءات مشددة أكثر لكي نسيطر على هذه المواضيع. أما بخصوص يعني الناس اللي أرزاقهم يومية، فهذا الموضوع جدا مهم، ويجب المفروض أن الحكومة هنا بهذا الجانب مقصرة، يجب أن يكون الحكومة تشخص لهم مثلا مبالغ ولو لمدة شهر أو شهرين حتى يتم التكافل به. الكثير من سمعنا أنه هناك أنباء عن فتح الحدود، طبعا هذا الإجراء جدا جدا خاطئ. عتبنا أنه المفروض على الحكومة أنه تبين
هذا اللي ولو هي الحكومة غير جادة بهذا الموضوع والسبب يعود إلى ممارسات حزبية وممارسات سياسية خاطئة، إنه موضوع غلق الحدود التام هذا يعود إلى الوطنية. للأسف الشديد إنه الحكومة العراقية اللي موجودة هي غير وطنية وغير نزيهة وغير 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 قادرة على هذا الإجراء. السبب الرئيسي إنه هذه الأحزاب بالأغلبية إنه هي تابعة لأمريكا والجزء الثاني تابع لأمريكا. المستشفيات العراقية غير مؤهلة لاستقبال أكثر عدد من الإصابات، لكن نتمنى من المواطنين الكرام إنه يكونون على قدر المسؤولية محاربة هذا الفيروس، وهو طبعاً الطريقة جداً سهلة لمحاربة هذا الفيروس إنه هو تبقى ببيتك حتى إن حافظ على تفشي الفيروس. هذه المسؤولية، مسؤولية المواطن، مسؤولية الناس الشرفاء، حفز على بقاء الناس بالبيوت حتى نقدر نسيطر على الفيروس، ولا سمح الله لا تفشى هذا الفيروس. فلا لا 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 باستطاعة الحكومة انه تسيطر على هذا الموضوع، ولا باستطاعة اي شخص انه يسيطر على الموضوع. كل متظاهرين بابي اليوم هم متطوعين، قسم من عندهم يجمع المواد العينية مثل المواد الغذائية ومواد المخدر ويذهب بها الى العوائل الفقيرة، والقسم الاخر يقوم بجمع تبرعات وشراء مواد التعقيم مثل البورغون والكحول التعقيم والديتول التعقيم، ومن ثم يخبطوها يعني يعفرون المناطق السكنية. هذا الدور الأساسي اللي متظاهرين بابل دي يقومون به. أما القسم القليل جدا عفناهم معتصمين، وكذلك مو بس معتصمين، هم محجورين بخيمهم، القلة القلال عفناهم بهذا الاحتجاجات حتى تسلم الثورة التشريعية. كابتن هذه متظاهري بابي.
الجنازة أكيد لا تفرق حجم المشكلة أو حجم الأزمة. الإجراءات مخجلة من الناحية الأمنية ومن الناحية الإجراءات الصحية، يعني دوائرنا الصحية ومستشفياتنا تفتقر لأبسط مقومات الحياة ومقومات الحماية الشخصية. دائما توصلنا مناشدات من زملائنا بالمؤسسات الصحية، أبسط مقومات الحماية الشخصية ما عندهم من كف وهذه الكمامة البسيطة. أكيد لأنه أغلب الناس تعرف أنت كسبة تعتمد على شغلهم اليومي، يعني اليوم اللي ما يطلع فيه ما يقدر ياكل. وإجراءات الحكومة المحلية في بابل أيضا يعني هو الناس يعني إمكانياتهم محدودة، يعني تعرف أنت اللي يقعد ما راح يقدر يوفر أبسط مقومات يعني المعيشة. فكان المفروض إجراءات الحكومة المركزية تغلق الحدود من كل النواحي، بالإضافة أي منطقة تظهر بها حالات إصابة كان المفروض تنحجر عن المدينة على مود السيطرة عليها. تعرف أنت كورونا ما لها علاج لحد الآن، علاجها الوحيد هو الوقاية. يعني أنت أهم شيء بالكورونا لازم الشخص المريض الحامل لها على مود تحد من انتشار هذا الفيروس. ما أعتقد عندها القدرة ولا جادة لحد الآن. الحدود مفتوحة ولحد الآن المسافرين دا يعبرون، لحد الآن ماكو إجراء حازم بهالخصوص. الأحزاب أكيد هو حكومتك أغلبيتها مبنية على الأحزاب والمحاصصة، كان المفروض من البداية يسدون الحدود على مود يحمون شعبهم يحمون ناسهم. طبعا هم فشلوا فشل ذريع بهالأزمة. أغلب المحافظات ومن ضمنها بابل متأخرة بخطوات كثيرة، من ضمنها تخصيص مكان للحجر الصحي. آخر شيء البارحة تم تحديد مستشفى الإمام الصادق كمكان للوبائية للحجر الصحي. احنا بساحة تظاهرات بابل سوينا أزمة خلية، مفرزة الشهيد قبطان حيدر بالتعاون مع أخواننا المتظاهرين سوينا أزمة خلية. عندنا نشاطات من ضمنها تعفير المناطق، خصوصا المناطق اللي تظهر عليها تظهر بها حالات إصابة، توفير قدر المستطاع توفير وسائل الحماية الشخصية، كمامات للمتظاهرين لإخواننا في المؤسسات الصحية.
السبب اللي ما عندنا ذيك الإمكانية مثل إيطاليا وإيران والصين وما سيطرت عليه. كيف إحنا سيطر عليه؟ إحنا بالولاية عندنا يعني يوزع السلات الغذائية اللي يتبرع بالدول، عندنا تكاتف مو طبيعي. فالحمد لله والشكر كل مسكين كل فقير هنا قاعد تصل له سلة غذائية. نجمع عن الشباب على ألف ألف، نجمع عن الخيرين يعني قاعد السباقين عندنا متشفين. أنا بالنسبة أحكي لك، أنا أحد ثوار بابل، أحد المتظاهرين ثوار بابل. إحنا بالنسبة يعني نتابع ونطالب الحقوق أهالي الكفل. الكفل منكوبة، ها قدامك، ها 16 سنة نفس الحال. المتحزبة إحنا نقول لهم المتحزبة، لأن هاي كل دول هي المتحزبة عن المحاصصة اللي عجب هكي سألني المحاصصة هي اللي مثل ما دمرت العراق. هي شنو دمر العراق غير المحاصصة؟ شنو اللي رجعنا للخلف غير المحاصصة؟ شنو اللي خلانا ما نبني بنا تحتية غير المحاصصة؟ فهي سبب دمار العراق هي الأحزاب والمحاصصة. راح إن شاء الله إحنا مستمرين حتى تحقيق المطالب. إحنا طبعاً أكو مداخلة يعني. إحنا من بعد يعني هذه إحنا مستمرين حتى تحقيق المطالب. يعني مستمرين بعد ما كورونا غير كورونا إحنا مستمرين نرجع نعود. لأن مطالبنا لحد الآن إحنا ما تحققت. محافظة بابل فارغة من الناس. أحد حدائق بابل، فارغة فقط أصحاب التاكسيات. فقط المحلات التجارية الغذائية فقط تفتح. هذه أحد أحياء بابل والمناطق السكنية في بابل. فقط المحلات التجارية في بابل. التكافل الاجتماعي هو من زمان موجود، من زمان موجود اسناد، وخصوصا بعد ما انطلقت تظاهرات
25 اكتوبر، يعني صار وعي جدا عند مواطنين من اصغر فرد الاكبر فرد، صار عندهم يعني اصغر فرد هسه تساله عن الامور السياسيه يكون فاهم بها ويعرف بها، لذلك التكافل الاجتماعي موجود. السبب الرئيسي هو لكسر حظر التجول خصوصا من الناس الكسبه، لان هذا يعتمد على قوت يوم على عمل اليوم، لذلك صار كسر حظر التجول. لكن الحكومه المحليه حسب اللقاءات اللي صارت بيناتنا وبالخليه ضمن خليه الازمه او ضمن لقاءاتنا المستمره مع محافظ باب الحسن مندي، هو الحد من خروج الناس الى الشوارع، لان فيروس كورونا حاليا ما له اي علاج. العلاج الوحيد هو شنو؟ هو انه تقلل من التلامس والاختلاط السكان. لحد الان احنا ما عندنا اي معرفه بهذا الموضوع، وهذا الموضوع اختصاص الحكومه المحليه اضافه الى الدوله، لكن حسب الاخبار اللي وصلتنا من الحكومه المحليه انه محافظه بابل بالاخص تم اغلاق كافه المنافذ الحدوديه للمحافظه لمنع دخول وخروج المواطنين للحفاظ على او منع انتشار الفيروس بالمحافظه. الحكومه ما لها اي جديه بالغلق. الحكومه ممكن تنشر منشور تقول لك انه اني راح اغلق هذه الحدود، لكن هي الحدود مستمره. احنا نحكي واقع، ما نريد نغلط انفسنا ونكذب انفسنا. الواقع حاليا احنا نحارب وباء، وهذا الوباء من ضمن محاربته هو منع دخول المسافرين الجنسيات المختلفه الى العراق. لذلك حسب رايي الشخصي ان الحكومه ما عندها اي جديه بمنع المسافرين وخصوصا من ايران. حاليا وزاره الصحه ما حسب تصريح وزير الصحه ما عندها اي امكانات لمواجهه فيروس كورونا، لان الامكانيات من زمان امكانيات محدوده، ما عندنا اي قدره على المواجهه. افضل ابسط مثال، احنا ما تتوفر عندنا اجهزه التنفس الرئوي اللي هي الفنتليتر. يعني احنا عندنا حاليا كمحافظة بابل عندنا مستشفيات اثنين ما بيها غير بس 30 جهاز بمستشفيات اثنين. هذن 30 جهاز اذا لا سامح الله انتشر الوباء بالمحافظة، اذا عندك 30 مريض وجاك 31، هذا الواحد يموت، لان احنا بامكانياتنا المحدودة ما راح نقدر نواجه المرض. الامكانية الوحيدة اللي ممكن نواجه بها المرض هو الحد من انتشاره. لذلك احنا نطلب من المواطن ونهي بهم الالتزام بحظر التجول قدر الامكان، قدر الامكان الالتزام بحظر التجول، لبس الكفوف ولبس الكمامات. احنا حاليا كاعضاء بخليه ازمه محافظه بابل حاليا عندنا كثير من الاعمال، من ضمن هذه الاعمال اللي حاليا قيد الاجراء وقيد التنفيذ يوميا هي اعمال، اولا اعمال تعفير اضافه الى اعمال توعويه اضافه الى اعمال فحص للمتظاهرين باعتبارنا احنا من ضمن ساحات التظاهر، اضافه الى فحص للبيوت، ولدينا الكثير من كوادر التوعيه من ضمنها كوادر صحيه، اضافه الى كوادر من المتظاهرين المتبرعين والمضحين بانفسهم لغرض الحد من انتشار فيروس كورونا في محافظه بابل، ومن الله التوفيق. Let's start coming here.
اريد ننصح على مود فيروس كورونا. فيروس كورونا احنا اكثر مكان اللي نتجمع به هي الساحه. احب الكل متظاهر والكل مواظب بالساحه انه اهم شيء عدم الملامسه، عدم التقبيل، عدم استعمال كؤوس الشاي من ايد لايد، او عدم استعمال اي يعني اشياء ما مناسبه للثاني. هذا كله يسبب لنا مرض الكورونا، وان شاء الله يا رب العالمين احنا نكون بعيدين عن هذا المرض، ويا رب العالمين ان شاء الله خير وسلامه للعراق وامن وسلام، وان شاء الله هدف الثوار يوصل، واني باقي وياهم الى ان تتحقق مطالبهم. مناطق سكنية كثيفة بالأعداد السكانية تخلو من البشر بشكل عام.